النبي صلى الله عليه وسلم سنجر مدحوه بعض الناس فلم يرضى بهذا المدح بهذا الكلام بهذا الثناء قال الذي يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام هذا أعلى مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى وصف 在人在赞美先知的时候，说先知是安拉的奴仆，是安拉的使者，这是对安拉的使者的最好的赞美。لأن الشيطان يريد أن نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، نرفع النبي صلى الله عليه وسلم. 因为恶魔想让人们发生对先知做出过分的行为。 كما صنع النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه جعله إله. 就如同以前的基督教徒把艾萨圣人说成是受拜者一样 فلا بد أن نتوسط في النبي صلى الله عليه وسلم 我们必须要用正确的方式来面对先知 وأعلى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام 我们对先知最美好的描述就是安拉是安拉的奴仆不应当受崇拜安拉先知是安拉的使者穆罕默德是安拉的使者绝没有说谎 نعم